بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعض أحبتي في الله، ما زلنا نسرد العلامات الصغرى ليوم القيامة، والليلة نتكلم عن علامة من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت بوضوح وانتشرت في بعض الأماكن وبعض البلدان. هذه العلامة جاءت في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، وذكر عدة أشراط، وذكر منها ويظهر الزنا. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل، ورواه مسلم أيضا في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. ولعلنا نلحظ شيئا في هذه أو على هذه الترجمة، فالإمام البخاري والإمام مسلم ذكر الحديث في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل، ولعل هذا فيه إشارة إلى أن هذه الفواحش والمنكرات إنما تظهر إذا انتشر الجهل بين الناس وقل العلم. نعوذ بالله من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، وذكر في آخر الحديث: وتشيع فيها الفاحشة. والحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع، لكن لم يذكر اللفظ أو الجزء الأخير منه، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وأعظم من ذلك استحلال الزنا، ففي الصحيح عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. والحرى المراد به الزنا والفرج والعياذ بالله تعالى. وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وأصل الهرج الكثرة في الشيء والاتساع، والمراد هنا كثرة النكاح أو الجماع، أو أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمير، أعزكم الله وعافانا الله والمسلمين من كل شر. يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وإذا كان هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع وسيكون، فمن ينظر إلى واقع المجتمعات الغربية يرى ذلك واضحا بينا. وربما انتقل ذلك إلى ما يسمى عندنا بالفن، حينما تكون هناك بعض الأفلام والمسلسلات التي يكون فيها شيء من ذلك ولو على سبيل التمثيل والعياذ بالله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم، خيار أهل هذا الزمان يعني يومئذ، من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. تخيل أن يكون هذا خيار هؤلاء، أفضل هؤلاء، الذي يقول له: استتر أنت وهي، لو واريتها وراء هذا الحائط. رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وهناك حديث قريب منه ذكره الألباني في ضعيف الجامع. قال القرطبي في التعليق على حديث أنس: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. وإذا كان الإمام القرطبي رحمه الله يتكلم عن زمنه، فكيف زمن الإمام القرطبي 656 هجرية وفاته رحمه الله، إذا كان يتكلم عن زمنه بانتشار أو بظهور هذه الفاحشة، فماذا يقول لو رأى زماننا؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لذلك والحديث عن انتشار الزنا لابد من توضيح بعض التدابير الواقية للمجتمع الإسلامي من الزنا، ولذلك نريد في عدة لقاءات أن نتكلم عن هذه القضية، لأنني كما قلت هذه اللقاءات ليست فقط سرد لعلامات يوم القيامة وانتهى الأمر، بل هي لقاءات تربوية بإذن الله تعالى نستفيد منها وننتفع، لأن ذكر العلامة مجردة، ما الذي يعني لماذا ذكر لنا الشرع هذه العلامات ولما بينها؟ أوليس لكي نتجنبها فيما يكون من الفواحش والمحرمات؟ بلى، فهذا الاجتناب إنما يكون بعد خدمة هذه العلامات ببيان ما جاء في الشرع من الحديث عنها يرحمك الله ونحو ذلك. فلذلك هناك رسالة مهمة جدا، ومن تيسر له الحصول عليها ففيها الكثير من الفوائد، وهي رسالة بعنوان التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي، التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي، للدكتور فضل إلهي حفظه الله، التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي. ومؤلفات هذا الرجل جزاه الله خيرا فيها الكثير من الفوائد، فنلخص شيئا من هذه الرسالة القيمة ونذكر بعض الأمثلة التي تبين خطر هذه الفاحشة وبعض القصص كذلك من الواقع. العجيب أن الشيخ حفظه الله بدأ الكتاب بالحديث عن تحريم الزنا ليس فقط في الإسلام بل حتى في الأديان الأخرى، فذكر تحريم اليهودية للزنا وتحريم النصرانية كذلك للزنا، ولذلك أحببت أن أنقل لكم شيئا من ذلك فلعل فيه فائدة بإذن الله تعالى من تقبيح هذه الفعلة في النفوس والتنفير منها، لأن لها مقدمات ربما تساهل بها البعض، فإذا علم قبحها وفحشها فإنه يكون عنها بمنأى بإذن الله تعالى. ثم ننبه لمعنى مهم قبل أن أبدأ، وهو لا يغترن أحد بنفسه وبما معه من إيمان وبما حصل من العلم، فالفتن تعصف بالناس ولا أحد يضمن أو يستطيع أن يأمن على نفسه أو إيمانه، فربما افتتن الإنسان وهو لا يشعر، نعوذ بالله من الفتن، وربما كانت الفتنة بعد زمن وبعد وقت، والشيطان كما يوصف بأنه ملحاح، يعني ربما يستدرج الإنسان في الفتنة بعد سنين وهو لا يشعر، فلذلك لا يأمن الإنسان على نفسه بل يخاف، بل يستعيذ بالله من الفواحش، من الزنا، من الربا، من القتل وغيره، لأنه لا يأمن على نفسه ربما قاربها أو قارفها، والعياذ بالله من ذلك. يتكلم أولا عن تحريم اليهودية للزنا، الديانة اليهودية يعني، فيقول تحرم اليهودية الزنا وتعده جريمة كبيرة، وقد وصف الزنا في التوراة بالفاحشة، ووصف أنه رجس ومنجس للأرض، أما كونه فاحشة ورجسا فقد ذكر في سفر أيوب على لسان أيوب، إن كان قلبي، قوله يعني إن كان قلبي قد هام بامرأة أو كمنت على باب قريبي فلتطحن امرأتي لآخر وليقع عليها آخرون، فإنها فاحشة جريمة ترفع إلى القضاء. وهذا في الكتاب المقدس عندهم الجزء الثاني صفحة 32 فصل 31 الآيات 9 و10 و11، طبعة مطبع المرسلين اليسوعيين بيروت سنة 1880 ميلادي. ليس يعني سرد هذا الكلام ونقله أننا نؤمن بأنها ديانة لم تحرف، بل نحن ننقل من كتبهم ما يكون حجة عليهم بغض النظر عما يظنه البعض أننا نستشهد بها إذن هي صلاة، بل نحن نعلم أن هذه الديانات قد حرفت، اليهودية والنصرانية، ولكن في هذا الكلام الذي ذكروه حج عليهم بلا شك. أما كونه رجسا ومنجسا للأرض ففي سفر الأحبار بأن الرب أمر موسى أن يأمر قومه ألا يزنوا بزوجات وبنات الأقارب وزوجة الصاحب ولا بالبهائم، ثم قال فاحفظوا أنتم رسومي وأحكامي ولا تأتوا شيئا من هذه الرجاسات الصريح والغريب الدخيل فيما بينكم، إذ جميع هذه الرجاسات صنعها أهل الأرض الذين من قبلكم فتنجست الأرض، وهذا في المرجع السابق أيضا. وبين أيضا أن هلاك الأمم كان بسبب الزنا، أو من أسباب هلاك الأمم الزنا،
فذكرت التوراة بأن غضب الرب ينزل على الزنا وينتقم الرب منهم. ففي ذكر نبوءة أرميا قول الرب: كيف أصفح لك عن هذه وقد تركني بنوك وحلفوا بما ليس إلها، وحين أشبعتهم فسقوا وإلى بيت زانية تبادروا، صاروا حصنا معلفة هائمة. حصن جمع حصان، معلفة يعني زي البهايم المعلوفة يعني. كل يسهل على امرأة قريبه، أفلا أفتقد على هذه يقول الرب، ولأنتقم نفسي من أمة مثل هؤلاء. وهذا أيضا في المرجع السابق. وأرد في سفر الأحبار أن الله أباد الأمم السابقة حين ارتكبت الزنا، وأمر بني إسرائيل ألا يرتكبوه فيهلكوا كما هلكت الأمم الماضية. وفي هذا الصدد يقول النص: لألا تقذفكم الأرض إذا نجستموها كما قذفت الأمم الذين من قبلكم، لأن من ارتكب شيئا من هذه الرجاسات تقطع تلك النفوس المرتكبة من بين شعبها. وشددت اليهودية من عقوبة الزنا، ففرضت عليهم العقوبات الجسدية والمعنوية، ومن ذلك أنها رتبت عقوبات مشددة كالقتل والتحريق والرجم بالحجارة. أما القتل ففي سفر الأحبار قولهم أو قول التوراة: وأي رجل زنى بامرأة إن زنى بامرأة قريبه فليقتل الزاني والزانية، وإن ضاجع أحد زوجة أبيه فقد كشف سوءة أبيه فليقتلا كلاهما، دمهما عليهما. أما عقوبة القتل تحريقا فقد ذكرت في نفس السفر: وإن اتخذ أحد امرأة وأمها فتلك فاحشة فليحرق هو وهما بالنار، ولا تكن فاحشة فيما بينكم. وأما عقوبة الرجم فشرعت للفتاة التي يتبين عدم عفتها عند الزواج، إنسان تزوج فوجدها غير بكر فيرجمها جميع أهل مدينتها. فقد ذكر في سفر تثنية الاشتراع: وإن كان الأمر صحيحا ولم تكن وجدت للفتاة عذرة فليخرج الفتاة إلى باب بيت أبيها، ودوها عند بيت أبوها، ويرجمها جميع أهل مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها صنعت قباحة في إسرائيل بفجورها في بيت أبيها، وأقلع الشر من بينكم. يقول الشيخ: وهكذا إذا زنى الرجل بامرأة مخطوبة لغيره يرجم كلاهما. فقد ذكر في سفر تثنية الاشتراع أيضا قولهم: وإذا كانت فتاة بكر مخطوبة فصادفها رجل في المدينة فضاجعها فأخرجهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجمهما بالحجارة حتى يموتا. أما العقوبات المعنوية فقد قررت التوراة أيضا أن الزانية رذيلة وذليلة وخارجة من جماعة الرب ولا يقبل نذرها. أما كونها ذليلة ففي سفر يشوع ابن سيراخ قولهم: كل امرأة زانية تداس كالزبل في الطريق، وأما كونها خارجة من بني إسرائيل يا جماعة الرب يعني حسب قولهم، ففي نفس الكتاب: لا يكن من بنات إسرائيل بغي ولا من بني إسرائيل مأبون، مأبون يعني متهم. وأما أنها لا يقبل نذرها ففي نفس السفر: ولا تدخل بيت الرب جوع، ولا تدخل بيت الرب جعل بغي ولا ثمن كلب في نذر ما، لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك. ولا يقتصر الحق الذلة والرذالة بالزناب بسبب زناهم فحسب، بل يمتد إلى أجيالهم القادمة. شوف العجب، يعني العقوبة تمتد للأجيال القادمة. طب وما ذنب الأجيال؟ في سفر تثنية الاشتراع: ولا يدخل زنيم في جماعة الرب ولو في الجيل العاشر، الزنيم اللي هو ابن الزنا، ولا يدخل زنيم في جماعة الرب ولو في الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب. ولأجل شناعة الزنا لم تقتصر اليهودية على تحريمه فحسب، بل حرمت الاقتراب من السبل المؤدية إلى الزنا. إيه اللي نلحظه حرمت الاقتراب دي؟ اللي عندنا في القرآن: ولا إيه؟ ولا تقربوا الزنا. فحرمت النظر إلى المرأة الجميلة، ومنعت من محادثة النساء ومجالستهن وإلف المغنية، وأمرت بالابتعاد عن الزنا، وحرمت على الكهنة مناكحة الزواني.
وذلك على النحو الآتي. أما النظر إلى المرأة الجميلة فقد ذكر في التوراة لا تتفرس في العذراء. تتفرس يعني ما تبحلقش يعني، لئلا تعثرك محاسنها. وفي آية أخرى عندهم اصرف طرفك عن المرأة الجميلة. فكرك إيه اصرف طرفك؟ الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال إيه؟ اصرف بصرك، اصرف طرفك عن المرأة الجميلة ولا تتفرس في حسن الغريبة، فإن حسن المرأة أغوى كثيرين، وبه يلتهب العشق كالنار. وأما محادثة النساء فذكر في التوراة كثيرون افتتنوا بجمال المرأة الغريبة فكان حظهم الرذل، لأن محادثتها تتلهب كالنار. وأما مجالسة النساء ففي سفر يشوع بن سيراخ لا تتفرس في جمال أحد ولا تجلس بين النساء، فإن من الثياب يتولد السوس ومن المرأة الخبث، يعني بسبب ذلك يعني. وفي مقام آخر لا تجالس ذات البعل البتة، ذات الزوج يعني، ولا تتكئ معها على المرفق، ولا تكن لها منادما على الخمر، لئلا تميل نفسك إليها وتزل بقلبك إلى الهلاك. وأما النهي عن إلف المغنية ففيه لا تألف المغنية لئلا تصطاد بفنونها. وأما الأمر بالابتعاد عن الزنا، يعني حتى عندهم الكلام على الغناء ومعاشرة المغنيات، يعني لا تتعجب يعني حينما تجد بعض المسلمين إذا حدثته عن تحريم الغناء يتعجب وتذكر له الآيات والأحاديث التي جاءت في ذلك، وهو يعني لا يتخيل ولا يتصور أن يعيش بلا غناء. يقول لك إزاي يعيش؟ ممكن واحد يكون عايش ما يسمعش أغاني، يتفرجش على أفلام؟ بعض الشباب يظن ذلك. فهذه جاءت ليست في الإسلام بل عندهم في كتبهم، سواء كانت هي من كلام الرب سبحانه الله أعلم أو كانت محرفة، لكن الواقع يشهد بأنهم انحرفوا عن ذلك انحرافا عظيما، وليس بعد الكفر ذنب كما يقال، فتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الكفر. وأما الأمر بالابتعاد عن الزنا ففي سفر يشوع ابن سيراخ لا تلقى المرأة البغي لئلا تقع في أشراكها، لا تلقى المرأة البغي لئلا تقع في أشراكها. وفيه والذي يخالط الزواني يزداد وقاحة، السوس والدود يرثانه، والنفس الواقحة تستأصل. وأما نهي التوراة للكهنة عن التزوج بالزانيات فذكر أن الرب أمر موسى عليه السلام أن يأمر الكهنة بامرأة فاجرة أو مبذولة لا يتزوجوا، بامرأة فاجرة أو مبذولة لا يتزوجوا. وهذا عندنا في القرآن، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كما سنذكر. ويعلق الشيخ على هذا الكلام يذكر أمرا آخر فيقول اليهود لا يطبقون تعليمات التوراة ولا سيما المتعلقة منها بعقوبة الزنا، بل يلجؤون إلى التأويل والتغيير والتحريف، وهذه عادتهم من قديم. يعني هذا ليس يفعلونه الآن بل فعلوه حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا حديثا تحريف وعدم تطبيق أيوة نعم، حديث رواه الإمام مسلم عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، محمدا محمما يعني مسود الوجه من الحممة اللي هي الفحمة، يعني يجيبوا زي فحم كده ويعملوا على وشه إيه إلى الطخو يسودوا وشه يعني، محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم وقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم، يعني هم بيطبقوا كده حد الزنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده تحريف، قال لهم هو ده حد الزنا عندكم؟ قالوا نعم، وكمان عارف ان هو كذاب وبايه وبيستمر في الكذب. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا. ما هو كثر في أشرافنا؟ بقوا الرؤساء ومن دونهم والأمراء بقوا يزنوا، يبقى نطبق الحد عليهم، خلاص نحرف الحد. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، لما نمسك واحد شريف فعل الفاحشة نسيبه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع.
قالوا بدل ما احنا بنقيم الحد على الفقراء بس، قالوا ما لهمش قدر ولا قيمه ونسيب الشعوب، هتعمل لنا مشكله وثوره وبتاع، فعايزين نعمل حاجه تكون ايه على الجميع. فهيحرفوا ايه، يحرفوا الكتاب. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، اللهم إني أول من أحيا أمرك، في إيه يعني، في إيه؟ في هذا الحد، ها، إذ أماتوا، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، إلى آخر الآيات. ننتقل إلى مطلب آخر، وهو تحريم النصرانية للزنا. يعد الزنا من الكبائر في الديانة النصرانية، وتكرر النهي عنه في الإنجيل في كثير من الآيات. جاء النهي عن الزنا ضمن الوصايا العشر في آية نصها: لقد عرفت الوصايا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. ده في إنجيل لوقا الفصل 18 آية 20، طبعة مطبع المرسلين اليسوعيين، بيروت سنة 1883. ورد أيضا في الإنجيل بشأن من يخالف أي من هذه الوصايا: فكل من يحل واحدة من تلك الوصايا الصغار ويعلم الناس هكذا فإنه يدعى صغيرا في ملكوت السماوات، وأما الذي يعمل ويعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يعني الذي يتعلم ويعلم الناس هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات، أما الذي يخالف ويعلم الناس هذا الفحش والخطأ يدعى صغيرا. وأكد القديس، طبعا عندهم، عندنا مش قديس ولا حاجة، بولس، اللي بيقول عليه بولس الرسول، هو في الحقيقة رسول الشيطان، لأنه أشر رجل على الديانة النصرانية، وهو السبب في التحريف الذي حل بها، وكان في حياته من أعدى أعداء المسيح عليه السلام. وبعد مدة وبعد وفاة المسيح ظهر وحرف لهم الديانة، بل صرح نفسه بالكذب وقال: قال وهل ألام إن أنا كذبت ليصدق الرب؟ فاهمين يعني؟ يعني عايز أقول لك أنا بكذب لربنا، إيه المشكلة؟ زي الوضعين اللي وضعوا كثير من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما نكذب له لا عليه، إحنا بنكذب للنبي مش عليه، يعني بنحط أحاديث عشان الناس تقرأ القرآن وتهتم بالقرآن وإلى آخره، فهذا لا يبرر لهم ما يفعلوه. فهو يقول: هل ألام إن أنا كذبت حتى يصدق الرب؟ يعني بيكذب عشان الناس تصدق إيه؟ هو يعني هو يصرح بنفسه أنه كذاب عن نفسه يعني. لعنة الله على الكافرين. أكد هذا الرجل في رسالته الأولى إلى أهل كورنيتس، طبعا لو أنا قرأت بعض الكلمات غلط فكويس إن أنا عرفت أقراه، يعني هو بقى حد منهم يسمع ربنا يهدي يبقى إيه هيفهم طبعا. على اجتناب الزنا أكد فقال: أما الجسد فليس لأجل الزنا بل لأجل الرب، والرب لأجل الجسد. طبعا أنتوا مش فاهمين حاجة، ما هتلاقي زي كده يعني، بخلاف سبحان الله القرآن تقرأ منه لا تشبع وتفهم. ويقول أيضا: أما تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ ويقرر أيضا أن تقديس النفوس لا يكون إلا بالامتناع عن الزنا، فيقول: فإن مشيئة الله إنما هي تقديس أنفسكم بأن تمتنعوا من الزنا. وبلغت شناعتها درجة جعلت بولس يوصي في رسالته لأهل أفسس، يقول: الزنا وكل نجاسة أو بخل لا يذكر ولا اسمها فيما بينكم على ما يليق بالقديسين. وأما جزاء الزنا في النصرانية فالزنا عنده موجب لغضب الرب، فأكد بولس في رسالته إلى العبرانيين: إن الزنا والفساق سيدينهم الله. وذكر إلى أهل سالونيكي أن ارتكاب جريمة الزنا والاعتداء على عصمة أحد أمر قبيح ينتقم الله من مرتكبه، حيث يقول: لأن الرب هو المنتقم عن هذه الأشياء كلما عن هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا لكم. ويذكر أن الزنا كان سببا لحل غضب الله، فيقول: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا والنجاسة والفجور والشهوة الرديئة والبخل الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذه يحل غضب الله على أبناء الكفر. ويحذر من الزنا فيقول: ولا تزني كما زنى قوم منهم فسقط في يوم 23,000.
يعني كأنه انتقام من الله عليهم يعني حل بهم. وفي الديانة أيضا أن النصرانية أن الزنا يترك آثارا شنيعة على مرتكبيه. يقول بولس إلى أهل كورنيتس: اهربوا من الزنا، فإن كل خطيئة يفعلها الإنسان هي في خارج الجسد، أما الزاني فإنه يجرم إلى جسده أو يجرم إلى جسده. وأكد أن الزنا ليس من ورثة ملكوت المسيح على حسب تعبيره، فقال: واعلموا وافهموا أنه ليس للزاني أو النجس أو البخيل الذي هو عابد وثن ليس له إيه ميراث في ملكوت المسيح والله. ونظرا لشناعة الزنا وجسامة جريمته لم تقتصر الديانة النصرانية على تحريمه فحسب، بل شددت في تحريم مقدماته، فحرمت النظر إلى المرأة وحظرت مخالطة الزنا. في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال: قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تزني، أما أنا فأقول لكم أن كل من نظر إلى امرأة لكي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طبعا عندنا إيه كتب على ابن آدم إيه حظه أو نصيبه من الزنا، مدرك أو أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس في آخر الحديث، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كل من نظر إلى امرأة لكي يشتهيها أو يشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن شككت أو إن شككتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك. إن شككت عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك، فإنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يعني عايز يقول لو أنت عينك هتعمل لك مشاكل تعمل فيها إيه؟ اخلعها، تتخلص من عضو واحد أحسن ما جسمك كله يخش فين؟ جهنم. هذا يذكرني بما ورد في بعض كتب التربية الإسلامية أو كتب التهذيب من قولهم وهم يتكلمون عن مجاهدة النفس، ذكروا أن بعض السلف هذا في الكتاب نظر بعينه إلى امرأة لا تحل له فجعل يضرب عينه حتى نفرت، ويقول: تنظرين إلى ما لا يحل لك، تنظرين إلى ما لا يحل لك. وأن بعضهم قلع عينه بالفعل، طالما نظرت لحرام خلاص دي بلاشها بقى. وبعضهم مشى برجله إلى الحرام فقطعها وقال: لا تجاوريني وقد مشيت إلى الحرام. طب ولو مشى للحرام تاني هيعمل في رجله التانية إيه؟ وبعد كده يقعد على كرسي، ولو مشى للحرام على الكرسي. بل بعضهم نظر إلى غرفة فقال: متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم عاد إلى نفسي وقال: تذكرين ما لا يعنيك لأعاقبنك بصيام سنة. وصامه، هو الصيام عقوبة؟ ثم هو ليس مشروعا أو ليس من السنة أن يصوم الإنسان الصوم المتواصل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الظهر، وأفضل الصيام صيام داود. وكان بعضهم يخرج إلى الصحراء فيتقلب على رمال الصحراء الساخنة ويقول لنفسه: ذوقي ولنار جهنم أشد حرة. هذه أمثلة موجودة في كتبنا، وهذه أنا أقول لعلها انتقلت إلينا من النصرانية، لأن هذا ليس من السنة. هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ضرب عينه أو قطع رجله لأنه يعني حتى من يعني شيء لو فعل هذا أحد الصحابة مثلا ضرب أحدهم مثلا قلع عينه أو قطع رجله؟ ما رأينا ذلك أبدا، بل هو نفسه لما نظر إلى امرأة صلى الله عليه وسلم عاد إلى زوجه وأتاها وقال: إذا نظر أحدكم إلى امرأة أو فأعجبها منه شيئا فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لك أن الأمر ربما يكون لأحد الناس نظرة الفجأة، وليس على الإنسان أن يقلع عينه أو يقطع رجله أو غير ذلك. هذا كله من الطرق المبتدعة في تأديب وتربية النفس، وليس هو بتأديب ولا بتربية. لذلك كل ما يأتيك في مثل هذه الكتب أو تسمعه أن بعض السلف فعل كذا وكذا، اعرض هذا على خير الهدي، لأننا نحفظ في كل خطبة جمعة خير الهدي إيه؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نرده ولا كرامة، نرده ولا كرامة. وورد في الإنجيل أن بولس أكد في رسالته الأولى إلى أهل كورنيتس
على عدم الاختلاط بالزنا حيث يقول: والآن كتبت إليكم ألا تخالطوهم، أي إن كان أحد ممن يسمى أخا زانيا أو بخيلا أو عابد أوثان أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا فمثل هذا لا تآكلوه. وأما العقوبة الدنيوية فجاء من قول المسيح عليه السلام: لا تظنوا أني أتيت لأجل الناموس والأنبياء، أظن الناموس يعني يقصد به جبريل، إني لم آتي لأحل لكم لكن لأتمم، إني لم آتي لأحل لكم لكن لأتمم، لأن النصرانية مكملة للإيه؟ اليهودية وليس تشريعا مستقلا. أما عن القول المنسوب للمسيح عليه السلام بالنسبة لمريم المجدلية الزانية أنه قال لها: مغفورة لك خطاياك، وقال: إن إيمانك خلصك، فعلى فرض صحة هذه القصة فليس فيها ما ينقص من شناعة جريمة الزنا، وغاية ما فيها أن المسيح لم يقم عليها الحد لما وجد فيها من الإيمان والرجاء والمحبة والندامة على خطيئتها. ومن ذلك يعني ما جاء في الديانة النصرانية من ندم، ما يبين ندم هذه المرأة في إنجيل لوقا: ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وجعلت تبل رجليه بالدموع، وتمسحهما بشعر رأسها، وتقبل قدميه، وتدهنهما بالطيب، إلى آخر الكلام. يعني كأن هذا يدل على أنها تابت وندمت. هذا فيما جاء في هذه الديانات مما يدل على فحش وقبح هذه الجريمة. أما ما جاء في الإسلام وتفصيل ذلك فأنا أذكر بعض القصص، ويعني في اللقاء القادم أفصل ما جاء في القرآن أو والسنة، أو أختصر أيضا مما يبين لنا أيضا عظم وخطر هذه الفاحشة. أعظم أو من أجمل وأمتع القصص التي نعلمها في العفة قصة يوسف عليه السلام. يوسف كان فتى شابا بارع الفتوة والجمال، وكان مملوكا عند امرأة من أهل التبرج والسفور. تزينت له هذه المرأة وكانت ذات منصب وجمال، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فكان رده عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي يعني سيده هو العزيز أحسن مثواي، يعني أحسن إلي، يعني كيف أرد الإحسان بالإساءة وفي أهل بيته، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأبى أن يميل مع الهوى، فإن من اتبع الهوى هوى به الهوى، ومن استعمل التقوى تقوى بها. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر سبحانه عن يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره. يعني دواعي فعل الفاحشة كان في حق يوسف أكثر من غيره. كيف؟ فإنه كان شابا، والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داع من ليس كذلك، وكانت هي الطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة. طبعا الكلام واضح ولا؟ وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار، لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها، بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، يعني إمتى يكون الوقت مناسب لفعل الفاحشة من غيره. وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغته، وأتته بالرغبة والرهبة، يعني شوية رغبه شوية رهب. ومع هذا كله عف لله ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لو تذكرون في سنة 1427 كانت لنا هنا دروس بعنوان غريق في بحر الفتن، ذكرنا يعني حوالي حاجة وعشرين عدة، يعني عدة وسائل للنجاة من فتنة النساء، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، وكان لنا درس مهم بعنوان: ماذا تفعل لو كنت مكان يوسف عليه السلام. موقف فعلا شديد وعصيب، نسأل الله العفو والعافية.
والعافية لا يعدلها شيء، ولذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعو فنقول اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، العافية لا يعدلها شيء. واستمر الكيد بعد كلام يقول استمر الكيد، يقول لم يقتصر الأمر على موقف عابر ولحظات انتصر فيها يوسف على السلام، يوسف عليه السلام على نفسه ورفع راية الإيمان، بل استمر التحريش والتحضيض والترغيب والترهيب بيوسف عليه السلام، ليس من المرأة وحدها بل منها ومن نساء المدينة. فلما بلغ نساء المدينة أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أرادت المرأة أن تري النساء جمال يوسف حتى يلتمسن لها العذر. شوف البجاحة، يعني الأصل أن المرأة تستحي، يعني لو المرأة عرف عنها أنها فعلت كذا وكذا حتى لو كلمت راجل في التليفون تبقى من نوع من الإيه، حياء والكسوف والإحراج. أما هذه فلزوال الإيمان ترى هذا التبجح، يعني لا تقتصر فقط على أنها فعلت، بل لما سمع النساء بفعلها وجعلنا يتكلمن عنها أرادت أن يلتمسن لها العذر، فهي عايزة تجيبهم عشان يشوفوا يوسف ويقعوا في حبه ونحو ذلك عشان ما يعبوش عليها بعد كده، لكنهم يبقى في الهوى إذا بيقولوا في الهوى سوا. وصدق من قال ودت الزانية لو زنت النساء، عشان يبقوا كلهم إيه. وشوف الملأ، يعني النساء الفسقة والفجرة الدولة مثل هذه الفراعين والكفرة، وتجد الملأ والنساء اللي هم بيسموهم النخبة في هذه الدول على اتصال ببعض، واحدة عملت حاجة أخذ بالك توصل للتانية والتانية للتالتة ويعملوا صالونات بقى ويعودوا يتكلموا على بعض، ازاي عملت كده فلانة دي، طب تعالي تعرضي شوف، وهكذا كما سترى. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يوسف عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شطر الإيه؟ الحسن، شطر الجمال. لما رأت امرأة العزيز مدى انبهار النساء بيوسف صرحت لهن واعترفت بين أيديهن وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شوف بقى الكلام الواضح مكشوفه على عينك إيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف اللي صعب أوي، ولقد رأوا، شوف الإنسان لما الراجل بيتعاكس، يعني إيه ورد على فكرة ده يعني عند الغرب كل شيء دلوقتي، حتى ضرب بعض الشباب لأنه لا يريد أن يفعل ذلك، النسوان مسكوه ضربوه. ولقد راود، ده مش مدح ليه طبعا طالما كافر، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. استمر الكيد والمكر بيوسف عليه السلام من المرأة ومن نساء المدينة، وهو يعتصم بالإيمان ويلجأ إلى الرحمن ويقول رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وفي ذلك أدب رفيع للمؤمن عند كثرة الفتن، اسمع، لا يحسن الظن بنفسه. تقولش أنا عمري ما أعمل الحاجة دي، أنا إيه يعني الحاجات دي بتاعت الناس البيئة والناس إحنا ما لناش، والله ما يدرك لولا أن عصمك الله ما نجوت. فلذلك لا يحسن إنسان الظن بنفسه، بل يسيء الظن بنفسه ويعترف بضعفه ويلجأ إلى ربه أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن ييأس من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل يلوذ إليه ويعوذ به. فالمؤمن لا ينكس راية الإيمان بحجة أن الفتن جارفة والشهوات عارمة، بل عليه أن يرفع راية الإيمان ويستعين بالرحمن. يعني ما تقولش أصل أعمل إيه وأصل الظروف والأحوال، لا، استعن بالله عز وجل والله ينجيك. أختم بقصة معاصرة حتى لا يظن البعض أن الأمر قد يعني اقتصر على الأنبياء والمرسلين. هذا بعض الشباب أيام الاحتلال الإنجليزي في مصر كان يعمل ترزيا في المعسكر الإنجليزي، تدعوه زوجة أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية بمهنته لتنفرد به في المنزل وتغريه بكل أنواع المغريات، فيعظها وينصح لها ثم يخوفها ويزجرها فتهدد بعكس القضية تارة وبتصويب المسدس إلى صدره تارة أخرى، وهو مع ذلك لا يتزحزح عن موقفه قائلا إني أخاف الله رب العالمين. وكم كان جميلا ومضحكا في وقت واحد أن توهمه في إصرار أنها قد قررت قتله،
وستعتذر عن ذلك بأنه هاجمها في منزلها وهم بها، وتصوب المسدس إليه فيغمض عينيه ويصرخ في يقين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتفاجئها الصيحة فيسقط المسدس على الأرض ويسقط في يدها، فلا ترى إلا أن تدفعه بكلتا يديها إلى الخارج حيث يعدو ويخرج هاربا إلى إخوانه. هذا يبين أن في الشباب خير، ومع الإيمان حصن وعصمة لمن اعتصم بالله سبحانه وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، سميع لأقوال عباده، عليم بالصادق منهم في هذه الاستعاذة واللجوء إليه ممن ليس كذلك، فلذا هو يفعل بأوليائه ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الموضوع المهم، ونذكر أيضا بعض القصص التي تبين قبح وخطر هذه الفاحشة وترغب في العفة والاستعفاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.